خليك انت اوضح في اخر ست صور من الكافرون لغايه الناس. شوف كيف ان كل صوره مقدمه وبعدين اعمل ده واجب عندك وانت تقرا. اخر الكافرون ايه؟ ما هو الكفار مكه حبوا يعملوا عقد صلح مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرون. قال يا محمد احنا نعبد ربك يوم او سنه وانت تعبد الالهه سنه. قال ما ينفعش. طب تعبد رب نعبد ربك شهر وانت شهر؟ ابدا. يوم ويوم؟ ابدا. فنزلت السوره قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ثم ايه المفاصله؟ ها ماذا قال في نهايه السوره؟ ها لكم دينكم ولي دين. اذا تمت قناعتك ايها المسلم ان لك دين واضح ولغيرك دين اخر يقتنع به، عندئذ لن ياتي نصر الله الا اذا قنعت هذه القناعه. فان اقتنعت انك لك دين واضح لا يحرف ولا يبدل ولا يغير، اذا جاء نصر الله والفتح. فمتى ياتي نصر الله؟ عندما تتضح الصوره. طيب اخر النصر انه كان ايه؟ توابه لكل الناس. قال لا، اللي يخرج عن المنهج حتى ولو كان من قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سوره النصر تاتي سوره الايه؟ المسد. انه كان توابه. بعدين تبت يدا ابي لهب وتب. هل نفعته قرابته من رسول الله؟ فده يخوف من؟ يخوفنا جميعا، ويخوف من؟ الذين ينتسبون الى رسول الله من كل مسلم، او حتى الذين هم من آل البيت ان ما كانش على الطريق. فابو لهب هل نفعته قرابته؟ ابدا. تبت يدا ابي لهب وتب. وبعدين الانسان اول ما يقرا سوره المسد يخاف، يقول يا الله ده النهايه تكون صعبه لو نهايتنا كابي لهب. قال لا، طالما انت عندك قاعده التوحيد فانت ناجل ان شاء الله. يعني في 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 جيدها حبل من ايه؟ من مسد. وتريد ان تنجو ايها المسلم من هذا المآل الصعب، قل هو الله احد. فاذا وحدت رب العباد سبحانه وتعالى سوف تاتيك بعض العقبات من وسوسه الشياطين ومن حسد الحاسدين. فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل اعوذ برب الناس ملك الناس. ولتعلم ان القران وحده واحده، اخر ايه في المصحف هي ايه؟ من الجنه والناس. الكلمه العربيه لما تكون اخر كلمه تسكن ام تحرك؟ تسكن. يعني تسكن بعد ايه؟ سكون. طب كلمه من الجنه والناس السين ايه؟ ساكنه ولا مكسوره؟ مكسوره. ليه؟ ها؟ لان عشان تقول ايه؟ من الجنه والناس يا ربي ما دمت قد اعثني من شرور الجنه والناس فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالقران وحده واحده.